ايه اكبر سبب للهم والغم والحزن؟ حب الدنيا والتعلق بالدنيا. ما هو دايما اقابل واحد انا جالي مرض نفسي، ليه يا ابني؟ إيه انا خطيبتي وتعلقت بيها وبعد كده سابتني فانا دخلت في مرض نفسي. يبقى تعلق بواحده معينه. إيه اي حد بقى يقول لك انا بقى، ما هي الدنيا كده يا اخوانا. ما هو ربنا قال لنا في 6236 ايه ان الدنيا هتسيبك، انت هتسيبها. انت مصدوم ليه؟ لكانك فوجئت. فوجئت بايه؟ ما هي دي حقيقتها. كلنا ما بيفهمش الدنيا غير بعد سن الاربعين، بعد ما بيلاقي فجأة مثلا والدته ماتت، ما كانش متخيل، هو بيحسب ان الدنيا هتكمل كده، وبعد كده ابوه مات، وبعد كده صاحبه انتمه مات، وبعد كده هو فجأة مش عارف مر بايه، في ايه، بيقعد يتجعز يتجعز لحد ما في الاخر بس فهمتك يا عم. طب ما كنت تفهم من بدري، ده انت فهمت متأخر قوي. انت جيت تعرف حقيقة الدنيا، ما تعرف حقيقة الدنيا من القرآن، ما كنت تصدق ربنا من الاول بدل ما تكتشفها بالصدمات والخبطات اللي سابت ندب وشروخ عميقة جوه نفسيتك. ما تعرف حقيقة الدنيا. التعلق بالدنيا من اكبر اسباب الهم والغم والحزن. التعلق بالدنيا، الدنيا، حب الدنيا طريق ضلمة. اوله بس اوله كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح، ده احنا لسه على صباحية ربنا، هو لسه على الصبح، هو لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اصبح بيفتح عينه كده والدنيا همه، وفي رواية والدنيا نيته ناويش، اماله احلامه كلها دنيا صاحي عشانها، وفي رواية والدنيا همته، همة عزيمة تحدي ارادة، بس في الدنيا كل القصة بتاعته دنيا. من اصبح والدنيا، وفي رواية من اصبح والدنيا اكبر همه، من اصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله، شتات، يعيش مروش، مشتت، مش عارف يركز، عنده مشكلة في كل حاجة، مشكلة في كل حاجة في حياته. فرق الله عليه شمله، وفي رواية فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، زي اللي عينيه اتحولت على قلم محطوط ما بين عينيه كده، مش شايف غير نقطة النقص اللي عنده. ما هو شايف ان ربنا اداله وسامة، او ان ربنا اداله شهادة، او ان ربنا اداله نسب، او ان ربنا اداله مال، او ان ربنا اداله قبول اجتماعي، او ان ربنا اداله ذكاء، او ان ربنا اداله دين، او ان ربنا اداله صحبة وسند، او ان ربنا مش شايف الكلام ده، هو شايف الحاجة الناقصة بس. فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها، هو مش عايز غير حاجة واحدة من ربنا. اذا هم يسخطون، اذا الفجائية، ينقلب انسان تاني مع الناس، مع الله، ينقلب مع الله انسان، هو قصته مع ربنا في نقطة واحدة، وجعل فقره بين عينيه. يبقى عنده ملايين ومش شايف غير المشكلة الصحية اللي عنده، يبقى عنده كل حاجة ربنا ده ومش شايف بس غير ان هو ايه، معرفش ياخد شهادة معانا كان نفسه فيها، مش شايف غير النقص. ليه؟ مش بتحب الدنيا؟ يلا يا عم بقى شوف الدنيا عاقبة حبها ايه. ولم يأته من الدنيا الا ما كتب الله له فيها، وفي النهاية جري الوحوش غير رزقك مدحوش. ولم يأته من الدنيا، يا ابن ادم، لو ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك، وان لم ترضى فوعزتي، لأ ده اثر من اثر بني اسرائيل، فوعزتي لأسلطن عليك الدنيا، اسلطن عليك الدنيا ترقد فيها كرقد الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها الا ما قسمته لك، وكنت عندي مذمومة. فانت هتروح فين؟ الى اين؟ ده بدايتها بس، كمان اصبح والدنيا همه بس. طب ونهايتها؟ نهايتها ربنا سمى بها سورة من اسماء القرآن، اسمها سورة النازعات، والنازعات غرقة. مدى المنزعة الالام اللي بتبقى في جسد الانسان المتعلق بالدنيا ساعة ما روحه بتتاخد من الدنيا، مش قادر، الجسم ماسك في الروح، الجسم ماسك في الدنيا، مش قادر يتخيل انه يسيب الدنيا دي. ودخل جنته وهو ظالم، دخل جنته يعني دخل حديقته جنته، هو ما بيفكرش ان في جنة غير الدنيا، فربنا عبر عن دنيته بجنته لانها حظه من الدنيا والاخرة، هو مش هياخد غيرها بسبب عبادته ليها والعياذ بالله، وهو اصلا مش شايف غيرها. فربنا قال ودخل جنته، هي دي، هو ما عنده، ان هي الا حياتنا الدنيا. بتكلمنا عن ايه؟ كلمنيش على الاخرة يا عم، وقت الله يعين الله، انا الوقت عايز اتمتع،
فاستمتعوا بخلاقين فاستمتعتم بخلاقكم. انا لازم اتمتع، والخلاق هو ان يتمتع الانسان بنعيم الاخرة في الدنيا. تكلمنيش عن اخرة الوقت، انا عايز هنا، انا عايز الجنة هنا الاول، انا عايز المتع هنا الاول، وبعد كده في الاخرة ان شاء الله باذن الله. قصة ألمين كده على وشي من الملائكة وما عدتش تعمل كده تاني واجرع الجنة بقى وخلاص. هو ده الامر، هو ده الامر. زي ما قال ابو لهب كده، تبا لك على هذا جمعتنا. يعني لو كان موضوع يتعلق ببهايم، ولا يتعلق بان اسهم البورصة زادت، ولا يتعلق ان في سعر الحديد زاد، ولا يتعلق انت جمعنا عشان تقول لنا جنة ونار. جنة ونار مين يا عم؟ احنا فاضيين للكلام اللي انتوا بتقولوه ده. وهكذا الى ان ينتهي السورة بقول الله والنزعات غرقا. وما بينهما بقى، ما بين اصبح والدنيا همه، وما بين النزعات غرقا، ما بين مشهد البداية والنهاية بتوع محب الدنيا، ما بينها قال تعالى لا تمدن عينيك. في ناس عينيها تطلع من مكانها مع كل برج فخم، مع كل عربية حلوة، مع كل واحدة حلوة ماشية جنب واحد، مع كل عينيها تطلع. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به. متع، هو شايف قدامه ناس بتتمتع فعلا. ربنا قال ما متعنا به ازواجا. ازواجا دي بعض المفسرين قال يعني واحد ماشي كده شاب كده جميل وغني وراكب عربية من هنا من هناك، وجنبه واحدة ملكة جمال، مراته بقى معاه فلوس بقى وبيتقدم احسن حاجة يقدر يتقدم لها. فالمنظر ده يجي واحد فقير كده يبص كده، قال طب انا عايز كده انا كمان يا رب، انا عايز ابقى زي ده، وعايز اتجوز واحده زي دي، وعايز اركب عربيه زي دي. فربنا بيقول لا تمدن عينيك يا عم، والله ولا تسوى المنظر ده من اول لاخره، الى ما متعنا به ازواجا منهم. ليه ما يسواش؟ ليه؟ زهره الحياه الدنيا. شفت الزهره بتورد وتطلع ريحه يومين وبعد كده تدبل، كل ده هيدبل. لا احب الافلين، كل ده هيقفل، كل ده انت زهرة الحياة الدنيا، زهرة عمرها قصير، او ربنا جاب اقصر عمر لحاجة جميلة على وجه الارض، عمر الزهرة عمرها قصير قوي. الدنيا عمرها قصير، المتعة عمرها قصير قوي، الفرحة بالدنيا عمرها قصير قوي. هي الدنيا كده نكت، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال المفسرون لنفتنهم فيه اي لنعذبهم به. اوعى تفتكر ان اللي عايش في فلوس ومش لازم يبقى، ممكن يبقى انسان متعذب اصلا، ممكن يكون اللي هو فيه ده ان لم يكن من اجل الله او ان لم يتق الله فيه يبقى مصدر عذاب عليه ومصدر شقاء عليه. فهو عايش متعذب لنفتنهم فيه، اولها عذاب، اخرها عذاب، ما بينها عذاب. وبعد ما يموت بقى افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خلوهم بقى يتفرجوا على كل الكليبات ويسكنوا كل العمارات ويمشوا مع كل الستات ويلبسوا كل الموديلات ويتفرجوا على كل القنوات ثم جاءهم ما كانوا يقعدون. يروحوا فين يعني؟ ما هو اخرها واحد ومعروف، كما اننا نوقن بالله فنوقن بالعاقبه. ثم جاءهم ما كانوا يقعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سماها المفسرون ازهد ايه في كتاب الله. ميمون بن مهران دخل على الحسن البصري فقال عظني. ميمون بن مهران بقى واخد ابنه معاه بقى، يلا يا ابني شفت الحسن البصري اللي الكلام بتاعه شبه كلام الانبياء، الواعظ الجبار اللي الامه كلها بتروح تحضر له الدروس بتاعته، تعالى بقى يا ابني من ايه نساله سؤال كده. فبيقول له عظني. فقال له افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخرج ميمون بن مهران، فابنه بيقول له يا ابي ما قال لنا شيئا. هو ده اللي انت بتقول لي الداعيه اللي ما حصلش ما قالش حاجه. فقال يا بني لقد قال ايه لو عقلتها لجعلت في قلبك كلوما وكلوما، ده هتشرح قلبك من الجراح اللي هتعملها فيها لو انت فهمت الايه اللي قالها ده ايه، لو انت عرفت. فهذه الايه التي صدعت قلب ميمون ابن مهران رحمه الله.